معنا من كييف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الدكتور ماكس ميالي. أهلا بك دكتور معنا على سكاي نيوز عربية. يعني هل برأيك دكتور وجدت أوروبا ضالتها في تمرير مشروع تمويل أوكرانيا أم لهذا المشروع أن يصطدم بعراقيل؟ أولا أود أن أرحب بكم والمشاهدين. كما نرى من المعلومات التي شهدناها في الإعلام الغربي، المفوضية الأوروبية كانت ترغب في تمويل 50 مليار يورو في القمة التي انعقدت في الأول من فبراير المجر، والرئيس الوزراء أوربان قد وضع فيتو حيث أنه تعهد بعد ذلك ب 50 مليار يورو. إذا حدث ذلك ولم يجد أساس الأوروبيون طريقا للتمويل، سيكون هناك خيار آخر هو تقديم دين يقدر بعشرين مليار يورو ولكن لفترة قصيرة، وهذا على أساس قروض صغيرة الحجم وتقديمها إلى أوكرانيا. بالطبع طبعا هذه النتيجة سلبية بالنسبة لأوكرانيا، لأن هذا سيكون قرضا وليس بمنحة كما تعهد أو ما تعود عليه بعض القادة في أوروبا. إذن سيكون هذا السيناريو سلبيا، ولكن بالطبع علينا نأخذ في الاعتبار أن الوضع صعب جدا في أوكرانيا واقتصادها، ونعتمد بشكل كبير على المساعدات الأوروبية. وطبعا من الأفضل طبعا ألا نحصل على أي شيء. إلى جانب ذلك أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون من المفهوم أكثر ما إذا كان الدعم المالي لأوكرانيا سوف يتم التصويت عليه في كونغرس الولايات المتحدة بعد أن يعود الكونغرس لانعقاد مرة أخرى بعد أعياد الكريسماس، وربما سيكون هناك تأثير للقرار على الاتحاد الأوروبي، لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأول ولديها الكثير من الحظوة والتأثير على الحكومات الأوروبية لا سيما المجر. وبالطبع إذا تم التصويت على هذا القانون للدعم أوكرانيا، إذن بالطبع سيكون من الأسهل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يتبنى الدعم المالي لأوكرانيا. ولكن كما ذكرت من قبل كان هناك خطة ثانية بديلة. على أي حال الاتحاد الأوروبي سوف يمنحنا الدعم كما وصفت. نعم دكتور، لكن يعني بحسب فاينانشال تايمز فإن أحد المطلعين يقول أنه لا توجد مشكلة فنية في توفير الميزانية لكييف، لكن من ناحية سياسية الأمر يبدو أكثر تعقيدا. يعني برأيك كيف تبدو هذه التعقيدات؟ كما قلت لك من قبل، الآن قبل عام 2023 هذا العام كان هناك مناهض واحد وهو المجر وهو الرئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأيضا في عام 2023 كان هناك بعض الإجراءات في سلوفاكيا، وأيضا لم يدعم رئيس الوزراء هناك هذا الدعم لأوكرانيا. كما تعلم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ينبغي وأن يكون هناك إجماع، كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينبغي وأن يوافقوا على هذا القرار. إذن هذه هي الآلية وسريان الأمور، وهنا إذا كان هناك دولة واحدة أو حكومة واحدة مثل المجر حتى وإن كانت اقتصادا صغير الحجم، وإذا وضعت الفيتو يمكنها أن تقوم بالاعتراض على هذا القرار. إذن لذلك هذا هو الأمر الأكثر صعوبة. وكما نعلم أن طبعا أوربان صديق لبوتين وأيضا يدعمه،
وطبعا هناك مكاسب حيث يشترون النفط والغاز الروسي بسعر أقل حتى أنه يتم نقله من خلال أوكرانيا. ولذلك أقول أن الأمر صعب داخل الاتحاد الأوروبي والناتو، لأن أوربان وأيضا المجر تقوم بدعم مشاركتنا مع الناتو الآلية نفسها. لذلك بالطبع هذه الصعوبات السياسية حدثت ليس فقط من خلال أوربان، ولكن من خلال الإعلام الغربي. السياسيون الآخرون يفكرون في البدء في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، ولذلك سيرون ما إذا كان هناك مساعدة لأوكرانيا، وبالتالي فإن الحرب سوف تستمر لفترة أطول. نعم، ولكن كما ذكرت. نعم، لكن دكتور السؤال هو يعني نعم، في ظل هذه الخطة الجديدة التي لا تحتاج إلى التي لن تنظر إلى فيتو هنغاري إذا ما تم، يعني هل من شأن هذا التمويل الذي يقارب 22 مليار دولار أن يوفر تمويلا كافيا لكييف لتجنب الاضطرار إلى اللجوء إلى طباعة العملة على سبيل المثال لتجنب التضخم، أم حاجة كييف أكبر عن 22 مليار في الوقت الراهن؟ حسنا، 50 مليار دولار هي دعم لأربع سنوات. قطعا يمكننا أن نرى أن هذا الدعم قصير الأجل بالخطة الثانية أو البديلة سيكون لفترة أكثر من الوقت، وذلك لتوفير الأساسيات ولحل المشكلات في الاقتصاد. إذن ستكون كافية لهذا العام، وبعد ذلك أنا متأكد أن المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي سوف يجد الحل لتطويل هذه العملية. إلى جانب ذلك، كما قلت لك، في الصيف على الأرجح فيما يتعلق بالوضع في المقدمة، فإن بعض السياسيين يعتقدون أن أوكرانيا ينبغي وأن توقف التفاوض مع روسيا، وبحلول ذلك الوقت لهذا العام على الأقل هذه الأموال ستكون كافية. بالطبع شريطة أن الولايات المتحدة سوف تقدم دعما ب 61 مليار دولار، وبذلك سيكون الأمر كافيا. نعم دكتور، يعني هناك بعض الدول كألمانيا أو هولندا بحاجة إلى موافقة برلمانية للموافقة على هذا التمويل الذي ترغب به كييف، في ظل وجود انقسام واضح على سبيل المثال في الولايات المتحدة في الكونغرس حول موضوع تمويل أوكرانيا، هل تتخوف كييف من وجود هكذا انقسام في الدول التي هي بحاجة إلى موافقة من البرلمانات على هذا التمويل؟ الأمر ليس هذا هو الوضع فيما يتعلق بألمانيا وهولندا. ألمانيا هي الثانية أو الداعم الثاني بعد الولايات المتحدة، والآن هذا العام سوف تقدم لنا طبعا الكثير من الدعم، إذن هي الدولة الثانية من ناحية الدعم العسكري. إذن هناك إجماع داخل الكبار السياسيين في ألمانيا، لأنه من مصلحة ألمانيا أن تساعد أوكرانيا، حتى المعارضين في أحزابهم الخاصة قد أدانوا مستشار ألمانيا شرودر لأنه لم يمنحنا ما هو كافي، وبالتالي كان من المفترض أن يقدم المزيد من المساعدات. والأمر ينطبق على هولندا. منذ بضعة أيام كان هناك قرار قد تم اتخاذه داخل هولندا بتقديم مبلغا كبيرا. إذا لا يزال هناك إجماع حتى الآن، لا ينبغي وأن نواجه أي مشكلة فيما يتعلق بألمانيا وهولندا وبرلماناتهما. شكرا لضيفي من كييف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الدكتور ماكسيم يالي.